والبنك طاقم إداري بكفاءة منتج مميز شريعة كومبلاينت أسس استثمار في المشاريع الناشئة والواقع شراكة مع شركات بدينا فعلا كانت النية انه نحن يعني نخدم الشير هولدر بيس حقنا من هذا الاستثمار، لكن كان في نية برضو صادقة من قبل المؤسسين انه يقوموا بعمل يخدم المنطقة، لانه الفنشر كابيتال بانك بطرحه هذا ما هو زي البنوك الاخرى اللي موجودة، هو اول بنك بالساحة في هذا المجال، وهي خدمة يعني تحتاجها جميع الشركات الصغيرة والناشئة والمتوسطة في 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 المنطقة ككل، وصلنا بندندن على يعني هذا النقص في في هذا النوع من المؤسسات المالية كحكومات وكقطاع خاص وكغرف تجارية يعني لعدة أعوام، فكان في فعلا يعني رغبة صادقة من المؤسسين إنه يقوموا بخدمة للمنطقة. خلال الفترة الماضية في الثلاث سنوات التشغيلية الأولى استطعنا في وضع البنية التحتية وخلق آليات تشغيل البنك، وأيضاً نجحنا في استقطاب كادر مؤهل يتمتع بكفاءة عالية وذو خبرة في مجال الاستثمار المباشر والاستثمار العقاري والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً في الخدمات المساندة، ونجح الكادر والبنك في تقديم فرص استثمارية لتتناسب مع توجهات مختلف المستثمرين من حيث العوائد وأيضا نسبة المخاطرة. أثبت البنك تميزه من خلال أسلوب العمل ونموذج اللي طرحناه من خلال التركيز على قطاع غير مخدوم، قطاع افتقر إلى آليات وسبل التمويل من قبل المؤسسات الإسلامية والمصرفية والاستثمارية في المنطقة، وهو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المبادرات والأفكار الجيدة. أيضاً استطاع البنك بطرح العديد من الاستثمارات إلى المستثمرين في قطاعات مختلفة، منها قطاع النفط، قطاع الكيماويات، قطاع الخدمات الطبية، قطاع الملاحة والشحن البحري، القطاع العقاري، وقطاعات صناعية وخدماتية وقطاعات أيضاً استثمارية. وتم التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التركيز الجغرافي. فالفكرة خلقوها المؤسسين وحصلوا مباركة عليها مباشرة من مؤسسة نقد البحرين في عملية إيجاد مثل هذا النوع من البزنس. منذ أعطينا هذا الترخيص مثل ما قلنا إلى الآن وإحنا نحاول أن إحنا نوجد الفكرة ونطبقها في البحرين وعلى مستوى دول مجلس التعاون، والفكرة الحمد لله نجحت إلى الآن أكثر من 18 أو 20 مشروع كلها والله الحمد فيها مردود ممتاز وفيها أرباح ممتازة. استثماراتنا كلها في شركات احنا نؤمن ان ادارتها قويه، نؤمن ان فرص النمو فيها قويه، نؤمن ان استثمارنا مو بس في الشركه، استثمارنا ايضا في الشخص اللي يدير الشركه وصاحب الفكره، لان مع الشركات الصغيره والمتوسطه ما راح تلاقي شخص ممكن يكون حريص على نجاح الشركه اكثر من صاحب الفكره نفسه. احنا المعادله اللي نطرحها امام المستثمر او صاحب الشركه كمستثمرين ان احنا شركاء، واحنا استثمارنا في افكاره واستثمارنا في مبادرته واستثمارنا في شركته، استثمارنا ما يمثل اي نوع من المخاطره بالنسبه له. It has been amazing to see in our first meeting how Venture Capital Bank realized the potential of the project and the investment in a medical project. Since our first meeting we modified the whole project in some small parts to come to a great success for the whole. ان احنا برضو لما جينا ندور على مستثمر كنا بندور على مستثمر يكون بيشاركنا في رؤيته للمنطقه العربيه كمنطقه واعده وفيها صناعه مش بس منطقه مستهلكه، وكمان بيشاركنا في القيم اللي احنا بنحرص عليها في عملنا في كل يوم. فكل عمليات ومقومات النجاح موجوده بالمنطقه،
اللي كان يفتقر المنطقة بيوت الخبرة اللي توصل الرؤوس الأموال لهذه الشركات وتخلي هذه الشركات تكبر وتنمو وتخدم الكاستمرز في المنطقة وخارج المنطقة. اليوم الحمد لله بيوت الخبرة موجودة، بيوت مثل Venture Capital Bank اللي توصل هذه الرؤوس الأموال لهذه الشركات وتوفر الدعم التقني لهم إن هذه الشركات تكبر وتنمو وتصير شركات يعني على كبيرة على حسب على نطاق المنطقة وعلى إن شاء الله في المستقبل على النطاق العالمي. الاستثمار اللي عمله فينشر كابيتال بنك جه في وقت مناسب جدا في مرحلة النمو اللي كانت بتمر فيها تشالنجر، سهل على الشركة إنها تؤسس لهذا النمو بتعديل بعض النظم والخروج من شكل النمطي لشركة خاصة تمتلكها عائلة إلى شركة لها شركاء متعددين ومتخصصين. الحقيقة شايف أن المصنع القائم كان سابقاً اللي هو 12 ألف طن حتى تكبر بالصناعة هاي يونيد كابيتال، فالفينشر كابيتال بانك لأن توجهاته مثل ما حكيت لك أنه الاستثمار في المنطقة العربية وخلق فرص عمل تحمسوا للموضوع هذا وهم اللي دعمونا في القضية المادية في البداية والإضافة لذلك الناحية المعنوية. القطاع العقاري أحد الركائز الرئيسية للتطور والنمو الاقتصادي في المنطقة في كافة المجالات. من هذا المنطلق احنا في فينشر كابيتال بانك حريصين أن نجعل من وحدة الاستثمار العقاري أحد وحدات العمل المكملة للأغراض الرئيسية للبنك، وفي نفس الوقت حريصين على إيجاد الفرص الاستثمارية في هذا المجال بعوائد مجزية ونسبة مخاطرة محدودة ومدة تخارج لا تتجاوز 3 سنوات. وطبعاً احنا حريصين على إيجاد الفرص الاستثمارية التي تحقق رغبات المستثمرين وتحقق التوازن المطلوب في محافظهم الاستثمارية. في البداية كانت علاقاتنا مع المستثمرين علاقات مبنية على علاقات الأفراد، ولكن استطعنا خلال العمر القصير للبنك تأسيس علاقة مؤسسية مبنية على علاقة طويلة الأمد مبنية على النصيحة والشراكة مع العميل. البنك استطاع استقطاب فريق عمل متخصص تقنياً ومهنياً، وقام البنك بتأهيلهم وتدريبهم تدريباً عالياً وأهلهم ليكونوا مستعدين للنزول إلى سوق العمل وطرح المنتجات المطلوبة. يميز فينشر كابيتال البنك صراحةً مع العميل هو أن البنك يعتبر العميل شريك في العملية الاستثمارية، شريك في المنتج المطروح، وبناء عليه يقدم له المشورة المالية السليمة والنصيحة المطلوبة، وهذا جعل أن هناك يكون ثقة متبادلة بين المستثمر مع فينشر كابيتال بنك. ما تم تحقيقه من إنجازات في الفترة السابقة يضع عبء كبير على الإدارة التنفيذية في تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل، وأيضاً نحن مدركين مدى صعوبة الفترة القادمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولكن نثق في إمكانياتنا وفي قدراتنا وأيضاً في تضافر جهود الجميع المساهمين، مجلس الإدارة وجميع منتسبين فينشر كابيتال بنك في تحقيق نجاح آخر وتثبيت اسم فينشر كابيتال بنك على الخارطة المصرفية الإسلامية في المنطقة إن شاء الله.